تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. أمريكا تخاف من الصين أكثر مما تخاف من روسيا. هل أمريكا خايفة من روسيا أكثر، ولا في دولة تانية خايفة منها أكثر من روسيا؟ الحقيقة إن يبدو إن أمريكا خايفة من الصين أكثر مما هي خايفة من روسيا، والثلاثة في الواقع خايفين من بعض، بتتصارعوا على قيادة العالم في القرن الحادي والعشرين. إلا أنه تقرير مهم كان فيه اجتماع لقيادات CIA، قيادة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، قالوا أنه الرئيس شي جين بينج الرئيس بينج عنده موقف ضد أمريكا وبيقود استراتيجية ضد أمريكا، والرئيس جين بينج بيدير حرب باردة صينية ضد أمريكا. طبعا دي بقى كلمة جديدة، ده مصطلح جديد، الحرب الباردة الصينية ضد أمريكا، وإن هذه الحرب الباردة فيها اقتصادي وفيها عسكري، وهذه الحرب الباردة فيها ما هو قانوني وما هو غير قانوني. ده كلام قيادات CIA، وإن الخطر هو من مستقبل الصين، لأن الصين بعد 10 سنين بالكتير 15 سنة هتبقى الاقتصاد رقم 1 في العالم، وتبقى أمريكا رقم 2 في العالم، هتبقى أغنى دولة في العالم وأقوى اقتصاد في العالم الصين. إذا بقت الصين أقوى اقتصاد في العالم وأمريكا رقم 2 في العالم، ده معناه إن في خطر حقيقي على أمريكا. يبقى إذن المخاطر اللي تشكلها روسيا أقل من المخاطر اللي تشكلها الصين، والصين عدو أول وكده روسيا عدو ثاني، وليس كما يتصور كثيرون أن روسيا العدو الأول وأن الصين العدو الثاني. الصين بتقول أنه خلال 10 سنوات هتكون فيها رقم 1 في العالم، لكن ده مش معناه أن الصين هتعمل زي الإمبريالية يعني الاستعمارية اللي كانت موجودة في القرن 19 والعشرين، اللي ربنا يكرمه شوية يروح يحتل دولة تانية أو دول أخرى. فبتقول إن إحنا فعلا هنبقى رقم 1 في العالم، لكن مش هنبقى إمبرياليين ولا استعماريين ولا هنروح نحتل دول، إنما هيكون أداءنا أداء محترم وسلمي، وإحنا أغنى ناس في العالم لكن مش هنحتل أي دولة ولا هنخترق القانون الدولي. لكن المحللين بيقولوا ده مش ضمانة لعدم الحرب، لأن الحرب بتقوم مش لأسباب موضوعية، مش عشان الدولة دي بدأت تضرب الدولة دي، إنما اعتقاد الدولة دي إن الدولة الأولانية دي تقدر تضربها ممكن يؤدي إلى الحرب، تصورها إن في خلل في موازين القوى ممكن يؤدي إلى حرب، تصورها إن دلوقتي ب أقوى من ألف لكن قدام ألف هتبقى أقوى وألف في الطالع، ده يكفي الحرب. يعني مش بس لازم يكون في توسع وإمبريالية واستعمارية، إنما القلق إنك تفقد مركزك كرقم 1 ده يكفي لإشعال الحرب. فكتير قلقين جدا إنه رغم حكمة الصين ورغم تأكيدها إن مفيش عصر استعماري قادم صيني لأي دول، وإن هي مش هستغل التقدم الاقتصادي في إنها تعمل كوارث سياسية أو عسكرية، إلا إنه مجرد إن أمريكا مهددة إنها تفقد مركزها أو إن أمريكا تصبح فعليا رقم 2، ده في حد ذاته مجرد إنها تفقد عرش الاقتصاد العالمي، مجرد هذا الفقدان وهذا التراجع هو نفسه سبب لإشعال الحرب. عشان كده في قلق كتير جدا جدا، ما تفعله أمريكا ألا تكون الصين رقم 1، ما تفعله الصين غصب عن الجميع هنكون رقم 1. لو بقت الصين رقم 1 في احتمالات حرب، لكن عشان ما تبقاش رقم 1 ممكن يكون في ضرورة لحرب. علشان كده كلام CIA كلام مهم، أن الصين وليست روسيا هي العدو رقم 1 في العالم. ودلوقتي في قلق في أمريكا من أي وجود للصين، وبدأت فعلا تداعيات هذه الحرب الباردة تظهر. وبعد ما كان في كلام عن تجسس أمريكا على الصين، الكلام دلوقتي تجسس الصين على أمريكا. بعد ما كانت الصين قلقانة من أي وجود أمريكي بأي شكل
ان ده شكل من اشكال الجاسوسيه. امريكا كمان بقى عندها قلق وتوتر شديد من اي منتجات صينيه. ومعركه الموبايل الشهير الصيني هواوي هي نموذج لذلك، ان في 6 اجهزه استخبارات امريكيه من بين مجتمعين في لجنه في الكونجرس بيتكلموا عن مخاطر الصين. 6 اجهزه منهم CIA وFBI، الاثنين قالوا ان هواوي خطر على الامن القومي الامريكي، وان هذا الموبايل متصل بالحكومه الصينيه، وانه اي شخص يحمل هذا الموبايل كل المعلومات الخاصه به وكل ما على موبايله من واتساب وغيره، كل ده هيكون موجود بالكامل عند الصينيين. وبقت في دعوه ايقاف الموبايلات الصينيه وعلى راسها هواوي في امريكا، لان هي وسائل تجسس وجمع معلومات على كل المواطنين الامريكان. إذن الحرب البارده بين الصين وامريكا وصلت الى مستويات بعيده، والبعض يقول انها قد تصبح لا قدر الله حرب ساخنه تهدد الجميع. ادبيات الملاهي الليليه في منطقه البحر الاحمر دلوقتي بقت في مخاطر غير مسبوقه. باب المندب في خطر حقيقي، ومن ثم في تاثير كبير على قناه السويس في مصر. في باب المندب بدا الحوثيين يستخدموا عمليات غير مسبوقه، اما الغام بحريه، عبوات ناسفه بحريه، واما زوارق انتحاريه. يعني الزورق ده انتحاري، بيروح يضرب في السفينه يموت اللي في الزورق ويدمر السفينه. فهذه الزوارق الانتحاريه مع الالغام البحريه والعبوات الناسفه البحريه، واصلا مضيق باب المندب هو مضيق بالتعريف، إذن ده بقى خطر كبير جدا على الملاحة في البحر الأحمر. ومن فترة قريبة منذ أيام في كلام عن إن ممكن لمدة طويلة شاحنات أو حاملات النفط السعودية ممكن تستمر في تعليق رحلاتها عبر مضيق المندب. البداية إنه الحوثيين أعلنوا إن هم ضربوا بارجة حربية سعودية. السعودية قالت لأ، مش بارجة حربية وإنما ناقلة نفط عملاقة كان عليها 2 مليون برميل. والسعودية قالت لو كانت هذه الناقلة العملاقة اللي عليها 2 مليون برميل اتدمرت وكل هذه الكمية وقعت في المية في باب المندب في البحر الأحمر، كان ممكن يكون شكل الكارثة البيئية إزاي. في كل الأحوال ده أدى إلى تعليق ناقلات النفط السعودية، ما تمشيش في باب المندب. لكن ده إلى أي مدى؟ الإيرانيين بيتكلموا إن مسرح العمليات القادم مش الخليج العربي، مش جنبهم، هيتخانقوا بعيد عن بيتهم، مش هيتخانقوا في الشارع الإيراني وإنما في شارع بعيد جدا عن إيران وهو البحر الأحمر. وكده بينقلوا مسرح العمليات إلى منطقة خطيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للسعودية وبعيدة عن الخليج العربي وفي كل خطر. اللي حصل ده خلى ناس كتير جدا تقلق من احتمالات حرب في المنطقة. الرئيس ترامب هدد، قائد فيلق القدس قاسم سليماني قال انه انا فقط وقواتي فقط نقدر نرد على امريكا، وان فيلق القدس هو الند للجيش الامريكي. وقال للرئيس الإيراني خليك كده لوحدك يا رئيس، مش محتاج تتدخل في الموضوع ولا كل القوات المسلحة الإيرانية تتدخل، فيلق القدس لوحده قد أمريكا. وقال لهم إن البحر الأحمر لم يعد آمنا، وإن السعودية اللي ما أطلقتش على قذيفة واحدة في 100 سنة دلوقتي أصبحت الرياض عرضة لصواريخ نتيجة الوضع في البحر الأحمر الذي لم يعد آمنا. يبقى إذن هنا قاسم سليماني بيهدد مباشرة، وبيعترف أيضا أن الوضع في السعودية نتيجة الدعم الإيراني. إنما الأمريكان في النهاية بيهاجموا، الإيرانيين بيهاجموا. عشان نعرف حجم فيلق القدس نتكلم على القوات المسلحة الإيرانية، جواها الحرس الثوري، جوه الحرس الثوري فيلق القدس، يعني قوات صغيرة تتبع قوات أكبر تتبع الجيش الإيراني. ومع ذلك قائد القوات الصغيرة ديت بيقول للأمريكان إن هو لوحده قد الجيش الأمريكي وإنه مش محتاج كل الجيش الإيراني يحارب. طبعا دي تصريحات أكتر منها تهديدات جادة،
إنما خلاصتها إن المنطقة بقت في خطر. الأستراليين بيقولوا إن في حرب قادمة خلال شهر أغسطس 2018 أو سبتمبر 2018 في حرب أمريكية على إيران. مسؤول إيراني، مسؤول أسترالي، اتكلم لشبكة ABC الأمريكية وقال إن إحنا الأمريكان طلبوا مننا إن إحنا نديهم قواعد سرية وخدمات سرية في الحرب على إيران، فالأمريكان نفوا. وطلع وزير الدفاع شخصيا جيمس ماتيس وقال مش صحيح، مفيش حرب على إيران، ده محض خيال. دلوقتي بقى التحليل، في حرب على إيران ولا مفيش حرب على إيران؟ كلام الأستراليين مظبوط ولا كلام مش مظبوط؟ تهديد قاسم سليماني في محله ولا تهديد قاسم سليماني مش في محله؟ في تحليل ذلك النقاط التالية. نمرة واحد، إنه أمريكا بقالها دلوقتي دخل على 40 سنة بتقول هنحارب إيران ولم تحارب إيران، وبالتالي ممكن أمريكا تقعد 40 سنة تانية تقول هنحارب إيران وما تحاربش إيران. محدش عارف إلى أي مدى ممكن تقع هذه الحرب. نمرة اتنين، كلام قاسم سليماني هو كلام عنيف جدا، والأمريكان في العادة بيفوتوش الكلام العنيف، بيردوا عليه بعنف، والثقافة الأمريكية فيها العنف المضاد، وده حصل مع صدام حسين. هل أمريكا هتتعامل مع كلام قاسم سليماني وقادة إيران زي ما تعاملت مع صدام حسين؟ إلى الآن هناك شك. نمرة ثلاثة، قاسم سليماني قال في تصريحاته إن أمريكا طلبت منه شخصيا حماية قوتها في العراق، وده اعتراف خطير جدا جدا. سيب بقى كل اللي فات كده على جنب ونركز في ده. ده معناه إنه الإيرانيين اللي حموا الأمريكان في العراق، وإن الأمريكان هم اللي مكنوا الإيرانيين في العراق، وإن الاتنين كانوا بينسقوا مع بعض داخل العراق. وأدي قاسم سليمان نفسه بيعترف إن الأمريكان قالوا له شخصيا إن من فضلك حاول تحمي القوات الأمريكية ومحدش يتعرض القوات الأمريكية في العراق، وهو التزم. هو حاليا بيعايرهم إن هم لجأوا له وهو حماهم. يبقى إذن ده ما بقاش كلام مجرد تحليل صحفي أو تحليل سياسي، ده كلام يقيني الآن إن قيادات عسكرية إيرانية كبيرة بتقول إن حصل تعاون مع أمريكا في العراق، وإن إحنا حمينا أمريكا، وأمريكا أيضا حمت وقوت إيران، وده اعتراف في منتهى الخطورة. والنقطة التالية، نقل مسرح العمليات من الخليج العربي إلى باب المندب قطعا هيبقى له تأثيره على قناة السويس وعلى الأمن القومي المصري. نمرة خمسة وأخيرا في هذا التحليل، اللعبة زي الدومينو بس الدومينو قفلت. إذا مفيش حرب على إيران، ده معناه تمدد إيران أكتر وأكتر في المنطقة، وباب المندب والبحر الأحمر وكل المشرق العربي هيكون عرضة لحروب مذهبية وطائفية. وإذا أمريكا حاربت إيران، ده معناه فتح باب جهنم في المنطقة. يبقى إذن عدم الحرب مع إيران تمدد لإيران، الحرب مع إيران انهيار للمنطقة في كل شر. عشان كده الدومينو قفلت في ملف إيران وأمريكا، والمنطقة داخلة على احتمالين كلاهما سيء، أن تبقى إيران مستأسدة أو أن تقوم أمريكا بعدوان ضخم على إيران أو حرب على الدولة الإيرانية. في كل الأحوال يبدو أن المنطقة مقبلة حقا على حرب جديدة لا قدر الله. الشركات التريليونية، جديد العولمة في العالم. الشركات قبل كده اللي هي عندها مليون دولار أو قيمة أصولها أو قيمة أعمالها مليون دولار كانت شركات مليونية، وبعدين لقينا شركات حجم أعمالها أو قيمتها تصل إلى مليار دولار، بين إذا شركات مليارية. دلوقتي إحنا مقبلين في خلال شهور قليلة جدا على شركات تريليونية، يعني حجم قيمتها، قيمة هذه الشركة تعدي التريليون دولار. ده هيبقى لأول مرة في التاريخ إن في شركات تعدي حاجز التريليون دولار. يبقى من شركة مليونية إلى شركة مليارية إلى شركة تريليونية. التريليون ألف مليار،
أو مليون مليون دولار أو حسب العملة. في ثلاث شركات في العالم، ثلاثة مش شركة واحدة، ثلاثة. يعني في 2019 في شركة أبل قيمتها تعدي التريليون دولار، في شركة أمازون هتعدي التريليون دولار، في شركة جوجل هتعدي التريليون دولار. التلاتة حاليا 900 وي، أكتر من 900 مليار دولار قيمة كل شركة، لكن بعد شهور هيكونوا التلاتة عدوا حاجز التريليون، هنكون إزاء نموذج جديد في علم الاقتصاد وفي تاريخ الشركات في العالم، الشركة التريليونية اللي هي أصولها تزيد أو قيمة الشركة تزيد على التريليون دولار. يعني هيبقى ثلاث شركات قيمتهم الثلاثة مع بعض اللي هي أبل وأمازون وجوجل 3 تريليون دولار. الثلاث شركات دول بيكون كده حجم أو قيمتهم أكبر من ميزانيات دول كتيرة أو ميزانية دولة عدة مرات. يعني دولة مهمة في إفريقيا زي إثيوبيا اللي عدد سكانها كتير جدا ودولة رئيسية في إفريقيا ومقال الاتحاد الإفريقي بكل هذا الهيلمان، الثلاث شركات دول يعادلوا اقتصاد وميزانية إثيوبيا 220 مرة. يعني بقى 220 إثيوبيا علشان بس قيمة ثلاث شركات تريليونية في الاقتصاد الحديث. خطورة ده بقى إن كل ده اقتصاد افتراضي وكله قائم على الانترنت، ولو حصل في المستقبل مقدمات حرب كبرى في العالم هيكون قطع خطوط الانترنت في العالم او كابلات الانترنت زي ما اتكلمنا قبل كده في صراع بريطانيا وروسيا اساسي. ده معناه احنا ازاء اقتصاد تريليوني ولكنه هش، ازاء اقتصاد عملاق ولكنه افتراضي، ازاء ارقام خرافية، ولكن كل ده ممكن في لحظة يبقى الاقتصاد العالمي الافتراضي ومن ثم كل اقتصاد العالم في خطر. فوق الخيال الإنسان يصل إلى حافة الشمس. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كل شوية بتفاجئنا بحاجات مذهلة من الناحية العلمية. في مسبار جديد اسمه باركر على اسم عالم الفيزياء الشهير جدا يوجين باركر. هذا المسبار هو أسرع ما صنع الإنسان على مر التاريخ، أسرع شيء متحرك، أسرع آلة على الإطلاق في كل التاريخ الإنساني هو هذا المسبار باركر. سرعة مذهلة جدا، 190 كيلو في الثانية، يعني القاهرة اسكندرية في ثانية. يعني تخيل هذه السرعة المذهلة لهذا المسبار. ده هيروح إلى الشمس وهيبقى قريب جدا من سطح الشمس لأول مرة في تاريخ العلم علشان يدرس الشمس والأشعة الشمسية والعواصف الشمسية وكل المكونات المحيطة بالنجم الشمسي الذي تدور حوله الأرض. مهمة أسطورية. في عالمة في مختبر جون هوبكنز في أمريكا، مختبر جون هوبكنز للفيزياء، بتقول إنه المسافة من الأرض للشمس لو اعتبرنا إنها متر فإحنا قربنا 4 سنتي من الشمس. شو بقى المسافة المذهلة اللي المسبار باركر هيوصل لها؟ بتتكلم شو الشمس فين؟ لو المسافة بيننا بين الأرض والشمس زي ما قلت لحضراتكم عبارة عن متر يعني 100 سنتي، إحنا هنقطع 96 سنتي، يبقى بيننا وبين الشمس ما يعادل 4 سنتي. وبالتالي تطور مذهل في حركة العلم. النقاط التالية: نمرة 1 الصبر العلمي. ده موضوع بقاله قد ايه؟ 60 سنة. يعني العلماء بيشتغلوا بقالهم 60 سنة ان هم يوصلوا الى الغلاف الشمسي او الهالة الشمسية او الاكليل المحيط بالشمس او يصلوا الى قرب سطح الشمس. شو بقى 60 سنة علشان تصل في 2018. نمرة 2 التقدم التدريجي. مفيش حاجة مرة واحدة. يعني العلماء قبل كده وصلوا إلى 43 مليون كيلو من الشمس. المرة دي هيبقى كام؟ 6 مليون كيلو فقط من الشمس. شوف النقلة العملاقة بيبقى وراها نقلة عملاقة أكبر. نمرة 3 الاستعداد لكل العوامل. شوف بقى المسبار ده
لما يقطع كل المسافة الأسطورية دي ويقرب من الشمس بهذه المسافة، أنت مستعد لكل شيء. هتكون درجة الحرارة على سطح المسبار 1500 درجة مئوية. شوف بقى، لما تكون الدرجة 1500 درجة مئوية، يعني ماشي في قلب النار، مش النار أشد بقى من النار التي تذيب الحديد، هيتحرك جواه هذا المسبار وهو بيدخل الهالة الشمسية. نمرة 4، هذا ليس عبث وإنما حماية للحضارة وللإنسانية. ليه؟ لأنه في حاجة اسمها العواصف الشمسية. هذه العواصف الشمسية وما يخرج من الشمس بيؤثر كتير جدا على المجال المغناطيسي للأرض. ده معنى إيه؟ معناه إن إحنا في يوم من الأيام لعواصف شمسية زيادة، الحقل المغناطيسي هيتأثر جدا، كل وسائل الاتصال في كوكب الأرض تتعطل، ولا موبايلات ولا أقمار صناعية ولا أي شيء، تتوقف الحياة تماما على كوكب الأرض، مش نتيجة حرب عالمية ثالثة وإنما نتيجة عواصف شمسية. فالعلماء بيوصلوا هناك علشان يدرسوا، علشان يشوفوا كيف نستعد لمثل هذه الاحتمالات. والنقطة الأخيرة، الخيال العلمي اللي بقى واقع. يعني لما تقول لحد إنك تطلع من القاهرة اسكندرية في آلة توصل في ثانية واحدة، وبالتالي القاهرة تنطفي نص ثانية، بتتكلم القاهرة أسوان بتتكلم في 3-4 ثواني، بتتكلم إنه من نيويورك، شوف بقى نيويورك فين، لليابان بقى لطوكيو في دقيقة. تخيل بقى 60 ثانية من اليابان إلى أمريكا، من نيويورك إلى طوكيو. فالخيال العلمي اللي ما كانش حد ممكن يتصوره أصبح الآن واقعا. إحنا إذا شيء مذهل في تاريخ العلم إن أول مسبار وأسرع شيء متحرك أنتجه الإنسان على مر التاريخ بعد قليل سيكون في قلب الشمس. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.